نروح للرياضة بقى، واتحاد المصارعة بيحقق فيه هروب أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب المصري اللي كان مع المنتخب في بعثته في تونس في بطولة أفريقيا للمصارعة. أحمد خد الميدالية الفضية، والبعثة حققت يعني عدد من الميداليات، 9 ميداليات للرجال، 5 ذهبيات، 3 فضيات، برونزية واحدة. بعثة البنات عملت 7 ميداليات. ولكن أحمد فؤاد بغدودة اللي عنده 22 سنة، الطالب في كلية التربية الرياضية ونجم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي مركز شباب بيلا أو بيلا بكفر الشيخ، هرب تاني يوم الصبح، خد الفضيه وهرب تاني يوم الصبح. المشكله هنا ايه؟ المشكله انه ازاي اللعيبه يكون معاهم جوازات سفرهم؟ المفروض ان اداره البعثه بتسحب جوازات السفر من اللاعبين، في خاصه لما بيسافروا بره بتسحب منهم جوازات السفر. الحقيقه انه لم تسحب جوازات السفر، وده الاتحاد بيعمل فيه تحقيق، لان ده طبعا مشكله اداريه كبيره. اللاعب هرب، والحقيقه انه غير مفهوم حتى هذه اللحظه ايه وضع هذا اللاعب. معانا على الهاتف مين يا جماعه؟ محمود السيد، سكرتير الاتحاد المصري للمصارعه. استاذ محمود، ايه اللي حصل بالظبط؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك والساده المشاهدين. يعني اللي حصل بالظبط، يعني نقدر نقول بس الجانب الايجابي شويه، احنا اشتركنا بطوله افريقيا في تونس في الفتره من 15 ل 20، دي عملنا فيها انجاز كبير قوي. احنا حققنا 67 ميداليه متنوعه ما بين الكبار والشباب والناشئين، الحره والرماني والنسائيه، ودي كانت افضل نتائج حققت في المصارعه من فتره كبيره. حققنا العديد من الميداليات، ودي كانت حاجه كويسه قوي. طبعا انا اتمنى ان انا اول اشرح الجانب الايجابي قبل ما اشرح الجانب السلبي. هو الحقيقه بس ان معلش الخبر السلبي غطى على الايجابيات، يعني طبعا ده رقم هايل من تحقيق الميداليات، لكن هروب اللاعب بيبقى هو الخبر حضرتك، للاسف المعادله بتتقلب. ما هي دي احد اسباب المشكله الكبيره قوي، ان احنا الابطال احنا ما عادش حاجه عندنا اسمها العاب الفرديه الشهيده، هي دلوقتي بعد دعم الوزاره وبدعم اللجنه الاولمبيه والاتحادات، الالعاب الفرديه بقت بتلاقي دلوقتي دعم كبير قوي سواء مادي او معنوي بشكل كبير جدا. هي احنا ينقصنا بس الدعم الاعلامي. الولد بطل وحقق نتائج، بس لم يسلط عليه الاعلام بشكل كبير قوي. ممكن ده يكون سبب من ضمن الاسباب اللي بيقع فيها رياضه الالعاب الفرديه. اما بالنسبه لهروب الولد، لا معلش انا بس هقف هنا شويه. مش برنامجي بس، كل البرامج بتستضيف ابطال الالعاب الفرديه في كل الاوقات، حمل اثقال، سكواش، تنس طاولة، كل الـ يعني ألعاب القوى. يعني أنا الاستوديو بتاعي ده شاف كل أبطال اللعبات المختلفة، بالذات اللعبات الفردية أكتر كتير من الألعاب الجماعية على فكرة. يعني القصة ما بقتش كورة بس، بقت في تركيز كبير على المصارعة وعلى غيره. هو السؤال، أنا تاني مش عايزة قصة الإعلام تفضل شماعة، هو السؤال هل في مشكلة جوه الاتحاد؟ هل في مشكلة في دعم الدولة للاعبين؟ لا، هو احنا دلوقتي والسنة دي كمان عن أي سنة تانية احنا بنلاقي دعم كبير قوي مادي. النهارده اللاعب يعني الولد اللي هارب دوت، الولد دوت دلوقتي بياخد مرتب شهري من الاتحاد، وده ما كانش موجود قبل كده، بالاضافه للمرتب هو تابع للمشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي المشرف عليه وزاره الشباب والرياضه، بيتقاضى برضه اجر شهري. اعتقد ان يعني بالنسبه للالعاب الفرديه ده بقى مبلغ كويس قوي ان الولد ده بيتقاضى كام؟ بيتقاضى كام يا يعني يا انا سيزمان. يعني هو بيوصل له شهريا حوالي 7000 جنيه من كمرتب. بالنسبه للالعاب الفرديه ده مبلغ يعتبر كويس، بالاضافه للمكافئات والبدلات اللي بياخدها في الحاجات الثانيه.
بس هو مع يعني مع احترامي 7000 جنيه مع حالة التضخم اللي احنا فيها، مع ان هو لازم يلعب رياضة، ياكل حاجات معينة، بروتين بنسب هل انتوا شايفين ان ده مرتب يعني ده معقول؟ بيتم بالفعل يا فندم. الولد في معسكرات دائمه معانا، يعني الولد في معسكرات دائمه في المركز الاولمبي، وفي معسكرات بيتصرف عليه تغذيه، اقامه كويسه، معسكرات داخليه وخارجيه. يعني الولد كان معانا في اكثر من سفريه، الولد كان هيرجع معانا من السفريه ديت، يطلع معانا على معسكر في كيرغستان وبطوله، بعدها يروح معانا المجر، بعدها يروح معانا فنلندا. يعني كان هل كان في شكوى؟ هل هو اشتكى من اي شيء قبل كده؟ على فكرة دي مش اول قصة اصلها، يعني احنا بنتكلم على 2022 كان في المصارع لاعب المصارعة الرومانية محمد عصام هرب، طارق عبد السلام في 2017، محمد عبد الفتاح بوجي في 2015، يعني احنا لينا تاريخ في هروب اللاعبين. لا هو احنا مع بس يعني اوضح معلومه بسيطه، اتفضل. هو طارق عبد السلام هو ما هربش، هو مشي بالطريق الشرعي، كان بعد ما بطل هنا نتيجه الاصابه سافر بلغاريا واشتغل هناك، وبعد كده اتعالج وكمل هناك، وما شاء الله ربنا كرمه هناك. هو ما هربش من بعثه، بالعكس هو كان بطل هنا لفتره وبعد كده كمل هناك. بوجي لا، بوجي ما هربش، بوجي كان مع المنتخب المصري لحد ما اعلن اعتزاله، وبعدها مسك مدرب في المنتخب الامريكي. يعني ده ما احنا كانت واقعه الهروب بالنسبه لنا محمد عصام، ودي كانت واقعه الاولى السنه اللي فاتت، ودي كانت يعني لا، مش بوجي عارف راح لعب باسم البحرين في 2015 وهنا ده بعد ما اعتزل بالفعل هنا في مصر تماما واشتغل في التدريب، كانوا بيستندوا ليه ان هو يشارك في البحرين على اساس ان هو بيدعموا او بيعملوا فرقه كبيره في البحرين، فكانوا بيسندوا دوت. لكن هو ما كانش هروب من مصر نهائي، بالعكس بوجي ما زال على التواصل معانا باستمرار، وكنا في تفاوض معاه انه يجي لتدريب المنتخب القومي في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله. هو بس عشان انا يعني انا ما يعني اوضح لحضرتك نقطه، اللاعب محمد فؤاد بغدوده، احمد فؤاد بغدوده، اللاعب دوت كان من ضمن البعثه اللي كان محطوط عليها الامل الكبير قوي، وانه كان محطوط له برنامج اعداد معانا لحد باريس. الواقع بالظبط احنا طبعا في انتظار اللي هو عصام ان شاء الله، وهيوصل بكره عشان يدينا التفاصيل، لان كل ما حدث بينا هو معطف مجرد تليفونات ان الولد خد جواز سفره بحجه ما ان هو محتاج يغير عمله عشان ياخد جواز سفر، عشان عاوز يشتري بعض هدايا بعد ما خلص اللعب بتاعه. هو خلص من لعبه وحصل على الميداليه الفضيه وتمام خلاص، ورجع الفندق كل الولاد بتفرح وهو فرح معاهم وتمام. بيدوروا عليه بالليل ما لقوش. المفروض ان البعثه كانت سافرت. هل اولا الباسبورات او جوازات السفر لازم تكون مع اللاعبين؟ هل ده القواعد بتقول ايه يا استاذ محمد؟ لا طبعا طبعا، استاذ محمد جوازات السفر دي مسؤوليه رئيس البعثه بالكامل، المفروض ان هو بيسلمها للولاد اثناء دخول جوازات في المطار، وبعدها بيستلمها منهم مره ثانيه. هو بس يعني انا برضو مش عارف ولا بسات الموضوع لعدم وجود اللواء عصام، لسه ما بعتناش التقرير. هو قال انه الولد بحسن نيه دخل طلب الجواز عشان يغير عمله، والولد من الولاد المؤدبه على فكره والمحترمه واللي ما فيش منها خطوره ابدا، ولا كان في اي تنبؤات لحاجه زي كده. هو ممكن يكون الموضوع تم بحسن نيه بسيطه خالص، وده برضو مش هقدر افيد حضرتك فيه غير بعد عوده اللواء عصام، طيب. وان احنا نشوف التقرير بتاعه. برضو كان يعني اسره الولد او والده كان قال لنا ان هو تعرض لسوء معامله، لعب وهو مصاب، كانت له طلبات ما اتنفذتش، يعني ان هو كان عليه ضغوط كبيره. انا مش ببرر، أنا لا لا بقول هذا أبدا، سلوك يعني شائن وغير منضبط، يعني ممكن في طرق تانية للخروج من المعسكر أو إن هو يمشي من الفريق، لكن أنا بقول لك إن هو هذا رأي قيل. لا لا لا، الولد بالعكس، الولد في الفترة اللي فاتت دي كان معمول له دعم كامل جدا. يعني كنا نتفاوض كمان زيادة مرتبه بعد ما يرجع بنسبة كبيرة، كمان تكاد تكون ضعف المبلغ اللي كان بياخده. لكن الولد كان بيلاقي الدعم المعسكرات الداخليه والخارجيه بشكل كبير جدا، كان عضو اساسي في المنتخب القومي بيتم الصرف عليه. لا ما كانش فيه، انا مش شايف ان كان فيه في الفتره ديت بالذات مع الولد اي سبب من الاسباب انه يخليه يهرب. يعني احنا نفسنا مستغربين، عشان كده احنا عاوزين نفتح او بالظبط خدنا قرار فتح تحقيق في الموضوع دوت، لان طبعا لو عصام بعد وقت الهروب طبعا تواصل مع السفاره المصريه والسلطات في تونس عشان ياخدوا كل الاجراءات الامنيه. احنا تواصلنا مع الوزاره
وخدنا كل الاجراءات، تواصلنا مع الاتحاد الدولي وبلغناه بالفعل بوقت هروب الولد عشان يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونيه. لكن ما أنا الاهم هنا من ده كله قانونا بقى، قانونا هل يستطيع الاتحاد ان يمنعه من الانضمام لاي اتحاد اخر لانه خرج هاربا ولم يخرج مستاذنا، ما مشيش، ما يعني هو هنا خرج بطريق غير شرعي، هل تقدر تمنعه التواصل مع الاتحادات الاخرى ولا ما تقدرش؟ ده بيتم عن طريق الاتحاد الدولي، لان في قواعد وقوانين بتنظم الحته ديت، ان اللاعب عشان ينتقل من جنسيته من دوله لدوله ثانيه ويشارك ده بيكون بعد سنتين او ثلاثه على ما اعتقد، طبقا لرولز معينه، وبيتم بعد كده دفع رسوم معينه مقابل اعداد الولد ده طبقا للبطوله اللي هو خدها. طبعا ما بتبقاش الرسوم كبيره لان الولد لسه ما حصلش على ميداليه اولمبيه او ميداليه بطوله عالم، فدي بتبقى الرسوم دي بيتفق عليها لانها ليها قوانين ورولز معينه مع الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه هي اللي وضع دوت. هو كان هيلعب اولمبيكس 24 مش كده؟ هو المفروض ان كان محطوط من ضمن الاعداد لاولمبيات 24. طب وانتوا هيلعب عملتوا ايه؟ بعد التاهيل. انتوا عملتوا ايه في قصه هروب عصام؟ يعني ما قصه محمد عصام اللي هرب برضو تحت 17 سنه وتحقيقات موسعه سيتم حساب المخطئ والمتسبب، لكن في النهايه نتيجه التحقيقات ما سمعنا عنها. لا، ما هو ما كانش في مخطئ متسبب في وقت محمد عصام يا فندم، انا لعيب بالفعل، ما كانش يعني هو هرب بدون جواز سفره وبدون شنطته وبدون اي حاجه، الولد طلع من المطعم واقف على الباب مره واحده اختفى في ظروف غامضه، ولا كان جواز سفره معاه ولا كانت شنطته معاه، ده خرج ظهر في مكان اخر بقى، عمل لعب في فريق اخر، لم يشارك وما يقدرش يشارك حاليا خالص باسم اي دوله ثانيه. هو بس يعني احنا محتاجين نفهم هم ليه بيهربوا. هي طبعا انا محتاجه افهم يعني هم ليه ده بيحصل، وانا حاسه ان هم قاعدين يعني موضوع غريب شويه، ليه بيهربوا؟ ليه ما بيستأذنوش؟ ليه ما بيقولش والله انا مش عايز اكمل بشكل يعني منطقي كده وشكل اخلاقي؟ ما ده برضو محتاج سؤال، يعني ان ده لما يتكرر من اغسطس 22 واحنا في مايو 23، ده وقت قريب يا استاذ محمود. هي طبعا هي ليه بيهربوا دي طبعا كل واحد بيبقى ليه اسبابه، اللي من وجهه نظره هي اسباب مقنعه، ان هو شايف انه هنا مفيش، حتى لو بطل او لعب رياضه مفيش بعد كده مستقبل او وظيفه او حاجه يلتحق بيها، فيقول لك انا الحق اسافر من دلوقتي، لانه هو لو قعد مش هيقدر ياخد تاشيره لدوله اوروبيه ويسافر، فلما بيهرب هناك خلاص انا هحاول اسافر اشتغل بره اجيب فلوس اكتر، دي من وجهه نظره ممكن تكون دي سبب من الاسباب. اما بالنسبه ان هو يسافر يلعب دولي، هو كل اللعيبه عارفه كويس قوي انه مش هيقدر يلعب دولي غير بعد فتره بيحددها الاتحاد الدولي من سنتين لثلاث سنوات. لكن يعني انت عارف حضرتك ان كل واحد بيدور على مبرر او على لكن انت على بتقول لي ان انتوا عندكم في الاتحاد ما عندكمش اي مشكله تطفش اللاعبين. الاتحاد في الوقت دوت يعني في احسن حالاته، امكانيات متوفره، بتدوا اللاعب 7000 جنيه كده يعني. بالظبط بالظبط، والدعم اللي بيجي لنا من وزاره الرياضه ومن اللجنه الاولمبيه، احنا يعني في الفتره دي مفيش سبونسرز قطاع خاص؟ لا، في سبونسرات لبعض اللعيبه، لكن احنا دلوقتي حتى بعد وجود السبونسرات احنا بدانا نرفع بقيه اللعيبه اللي معاش سبونسرات، عشان حتى اللعيبه ما تبصش لبعض زي ما بيقولوا. اعلى يعني مرتب بياخدوا لاعب قد ايه؟ نعم يا فندم، اعلى مرتب بياخده لاعب في المصارعه؟ هو اللاعب بياخد مرتب من اكتر من جهه، يعني احنا كاتحاد دلوقتي بندي مرتب للاعب 8000 جنيه و7000 جنيه طبقا للنتائج بتاعته، بياخد من النادي بتاعه، بياخد من لو معاه شركه راعيه بياخد من الشركه الراعيه بتاعته، فهو بياخد مرتب من اكتر من جهه معينه. طيب شكرا استاذ محمود السيد.